بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده موضوع جديد، خلصنا الكوكاي كانت جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. هنتكلم على الباسيلاي النوادي. الباسيلاي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف برضه بنفسجي واحمر، لكن في واحده ثالثه ما بتسبقش بالجرام دي، بسميها اسيد فاست باسيلاي. اسيد فاست، فاست يعني اللون ما بيروحش بإضافة الأسد، اسمها أسد فاست باسيلاي. يعني باسيلاي لو سبقتها بلون أحمر مثلا وعند لقت أسد يفضل اللون الأحمر زي ما هو، يبقى دي اسمها أسد فاست، اللون ما بيروحش بالأسد. وده الميكروب بتاعنا اللي هو الأساسي التي بي. يبقى إن شاء الله ما هنتكلم على باسيلاي زي ما قلنا، هنتكلم على الجرام بوزيتيف باسيلاي أو النوع. الجرام بوزيتيف باسيلاي بتنقسم إلى قسمين كبار جدا. قسم بيعيش في الهواء هوايا ايروبيك، والقسم الثاني ما بيعيش في وجود الأكسجين أو الهواء، يبقى دي اسمها أن ايروبيك. يبقى جرام بوزيتيف باسيلاي في ايروبيك وأن ايروبيك. لو مسكنا الايروبيك نلاقيها نوعين، نوع بيعمل سبور يبقى دي سبور فورمينج، ونوع ما بيعملش يبقى دي نون سبور فورمينج. اما بقى الان ايروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي فدي كلها سبور فورمينج، دي كلها سبور فورمينج. هنتكلم عن النوع الاولاني اللي هو الايروبيك، which must grow in the presence of oxygen، عاوز اكسجين عشان تعيش. ده نوعين، نوع اسمه باسيلس جروب ونوع اسمه كوريني بكتيريا. الباسيلس جروب ده بقى هو السبور فورمينج، وده نوعين، باسيلس انثراسيز. نقول ايه؟ قلنا نقول، تقولوا ورايا، باسيلس انثراسيز وباسيلس انثراكويد. الاثنين جرام بوزيتيف باسيلاي سبور فورمينج وايروبيك. امال ايه الفرق بين باسيلس انثراسيز وباسيلس انثراكويد؟ اي حاجه فيها اويد يعني شبيه. لما اقول مثلا توكسين يشبه له ايه؟ توك سويد، يبقى الاو اي دي يعني يشبه، وتملي اللي يشبه ده يبقى نون باثوجينيك، ما بيعملش مشاكل مع البني ادم. طيب هنمسك اول واحد اللي هي باسيلس انثراسيز. باسيلس انثراسيز دي بتعمل مرض اسمه انثراكس، بتعمل مرض اسمه انثراكس. الانثراكس ده زونوتيك ديزيز، يعني هو اصلا بيصيب الحيوانات. زونوتيك جايه من زو، الزو حديقه الحيوان، يعني زونوتيك ديزيز بيتنقل من الحيوان الى الحيوان، ومن الحيوان ينقل الى الانسان، يبقى ده بيأثر على الثروة الحيوانية، ولكن اكسيدنتالي كان انفكت مان. يبقى الانثراكس دي او الاسم بتاعها الشائع اللي سمعوه عليه الجمرة الخبيثة، دي اللي كان صدام حسين الامريكان اتهموه انه بيهدد العالم بهذا الميكروب، حرب الجرثومية. الباسيلس انثراسيس دي بتتنقل من الحيوان الى الانسان، يا اما تتنقل عن طريق وند في ايده زي دكاترة البيطريين، ممكن يكون متعور يقوم يمسك حيوان يكشف عليه يكون الحيوان ده عنده الحمى الفحمية او الحمى الطحالية اللي بيسموها في الحيوانات كده الحمى الفحمية، لأن تخلي الدم بتاعهم لونه اسود، أو الحمى الطحالية لأن الطحال بتاعه بيكبر جدا. المهم إن الميكروب ده يجي من الحيوان في الجرح ويروح عامل ألسر. الألسر ده إيه؟ بنسميها مالجننت باستيول. مالجننت يعني الجمرة الخبيثة، باستيول يعني جمرة، مالجننت خبيثة. ليه بيسموها كده؟ لأن شكلها لها إيفيرتد إيدج، لها إيفيرتد إيدج، يعني عاملة إزاي؟
يعني لما نيجي نمسكها تلاقيها عامله كده 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 كده، دي اسمها inverted edge. زي ما بيقول لكم الدكتور ناصر ان اي ألسر في الجسم عامله لها inverted edge زي ما رسمتها كده، دي بتبقى malignant، فبنسميها malignant pustule، الجمرة الخبيثة. طيب النوع الثاني ايه؟ وطبعا ده في الجلد يبقى نسميها cutaneous anthrax. النوع الثاني ايه؟ النوع الثاني بيجي في اللنج نتيجة inhalation of ايه؟ of the spores. مش احنا قلنا دي gram positive spore forming bacilli، فالميكروب بيقعد في جو غير مناسب يروح عامل spores. انا اروح شامم السبورز دي، وهي دي بقى المشكله في الحروب، يرموا قنبله بتاعه باسيلس انثراسس تقوم تعمل سبورز وتطير في الهواء في مجموعه مثلا كيلو متر مربع، اي واحد يشم السبورز دي يجيله نيمونيك انثراكس. بس هو اسمها العلمي ايه بقى؟ وول سور تر ديزيز. يعني يعني مرض غزالين الصوف. احسن صوف اللي هو الصوف المهير اللي هو بيجي من الشعر بتاع الحيوانات الخرفان، فيجي الراجل يغزل الشعر ده ويعمله بكر بكر بكر، وهو بيغزل يكون الحيوان ده مريض، يروح لسبور طاير داخل في اللانج ويعمل له نيمونيك انثراكس، وده فيتال في 48 ساعة. وافكركم لان كنتوا يعني ما بتقروش تكست بوك كتير، ان في قرية في الشرقية الستات بتوعها ماتوا بعد 48 ساعة، كانوا بيموتوا ورا بعض والرجالة اتزغرت. المهم ان هما ايه اللي ماويتهم؟ زمان كان كل بيت في قرية فلاحين ليه فرن، الفرن ده بيخبزوا فيه، مش بيشتروا العيش من بره زي ما بنحمل دلوقتي. الخبيز عشان يخلوا الفرن حامي يقوموا يجيبوا الجلة بتاع الحيوانات اللي هو روس الحيوانات مع التبن مع مش عارف ايه، ويروح رمينه فين؟ في الفرن، يوم تشعل بقى النار جوه، وبعدين السبورز طقطق في وش الست وهي بتبص على رغيف العيش كده، تروح شماه هي النومة، تاني يوم باي باي. يبقى ده جالها نيمونيك انثراكس. بس احنا اكتشفناه في الول سورترز الاول اللي هو غزالين الصوف، فسميناه وول سورتر ديزيز. وده الحرب الجرثومية، يحطوه في قنبلة ويفرقع تطلع السبورز، الناس تشمها يجي لهم نيمونيك انثراكس. اخر نوع انتستاينال انثراكس، وده فيري اكسيدنتال، بيجي للبوتشرز اللي هم ايه البوتشرز؟ اللي هم الجزارين. الجزار بيذبح خروف العيد، لو بيمسك السكينة ويذبح كده وبعدين يروح حاطس كده في بقه مش عارف يعمل ايه في راس الخروف عشان يعني يموت بسرعة، يقوم الدم يسيح مع السلايفا من على السكينة يبلع ريقه ويروح نازل له في الانتستين يعمل له انتستاينال انثراكس، وده فيري رير. انما المور كومن الكوتينيوس انثراكس، وده يعني ما بيموتش بسهولة الا بعد فترة طويلة، انما النيمونيك اوام اوام. ايه اللي بيخلي الانثراكس او الباسيلس انثراسيس تموت؟ ان الفاجوسايتس ما تعرفش تاكلها. ليه؟ ما هو ليه بعد عرفناه بقى، وكل مره نقول اي ميكروب له كبسول بيبقى انتي فاجوسايتوز. يبقى اذا الفيريولنت، العوامل الضرويه، العوامل التي تسبب او تجعل هذا الميكروب خطير، الكبسول انتي فاجوسايتس. يبقى عندنا الكبسول دلوقتي موجود في النيموكوكس، موجود في النيسيريا من انجيوكوكس، موجود في الباسيلس انثراسيس. يبقى دول كلهم انتي فاجوسايتوسيس. جميل. في حاجه تانية غير الكبسول، في توكسينز يعمل للعيان توكسيميا واوام اوام. يبقى دلوقتي عشان نكتب بقى فول ديفينيشن للباسيلس انثراسيس، جرام بوزيتيف باسيلاي سبور فورمينج، والسبور بيبقى في الوسط كده اوفال سنترال، ها كابسوليتد، وبيبقى موجود في تشينز زي ما انتم شايفين في الصوره كده. طيب بعد كده في ايه بقى؟ باسيلس انثراكويد، كويد يعني تشبه الانثراكس،
امال مختلفه عنه في ايه؟ ملهاش كبسول وما بتطلعش توكسينز وهياش باثوجينيك تو لابوراتوري انيمال او للمياز جينوتيك يعني. يبقى اذا هو الفروق الثلاثه دول لا لها كبسول ولا بتطلع توكسينز ولا باثوجينيك للمان اور انيمال. والصوره بتاعتها واضحه قدامكم اهو، شايفين الكبسول في الوسط، قصدي السبور في الوسط، ده الباسيلس انثراسس. ها الكبسول باين، لان الكبسول بيبقى عاوز كبسولارستين فباين اذهله فراغ اهو حوالين الميكروب، وبعدين السبور موجود جواه في الوسط اوفال اند سنترال. يبقى الاورجانيزم بتاع الانثراكويد سابروفيتك نون باثوجينيك اند نون كبسوليتد. طب دلوقتي هتقولوا لي الله، طب ما يبدأ زينوتيك وبيجي في الحيوانات الديموستيك، في الحيوانات الفارمرز، حيوانات الأليفة اللي مع الفلاح في الغيط، أتخلص من الحيوان اللي يموت إزاي؟ لازم أفحت فحتة حفرة كبيرة وأرمي فيها وأغطيها بصودا لايم، يعني جير حي. ليه؟ عشان أي حاجة بتدفن الكلاب بتشم وتدي إخبارية يجوا يفحتوا ويأكلوها ويحصل وباء. لكن الصودا لايم دي، الصودا الكاويه دي، اولا ما بتخليش الانيمالز المتوحشه انها تاكلها، او الكناين فاميلي انيمالز اللي هم لهم انياب بياكلوا زي الكلاب والقطط الكلام ده كله. ثانيا الصودا لايم دي از سبوروسايدال، بتقتل السبورز. تمام، يبقى دي اول باسيلاي جرام بوزيتيف ايروبيك. تاني نوع بقى جرام بوزيتيف ايروبيك برضو بس نان سبور فورمينج، ارجوكم نان سبور فورمينج نان كابسوليتد، اللي هي مين دي بقى؟ اللي اسمها كورايني بكتيريا. كورايني بكتيريا دي نوعين، كورايني بكتيريا دفتيريا، كورايني بكتيريا دفترويد. طبعا عرفتوا الدفترويد دلوقتي نان باثوجيني وتشبه الدفتيريا في تركيبها الكيماوي وفي حاجات كتيره هنقول بتختلف عنها في ايه دلوقتي حال، اهمهم انها نان باثوجينيك. خلاص، هنيجي بقى نشوف الدفتيريا، ده موضوع مهم جدا جدا ولازم يجي في الامتحانات. الكورايني بكتيريوم دفتيريا بتسبب الدفتيريا عن طريق دروبلت انفكشن، عن طريق الرذاذ العطس من كيس اور كارير. يبقى ده تالت نوع من الكاريرز نعرفه. أول نوع من الكارير استفيله كوكس كارير اللي شايل الميكروب في النوز. تاني نوع النيسيريا منينجيديدس بتاعت المنينجيتس شايلها في النيزو فارنكس. تالت واحد الدفتيريا بتبقى شايلها في الثروت. تمام؟ يبقى أول ميكروب هندرسه كورايني بكتيريوم دفتيريا. إيه حكايته ده؟ جرام بوزيتيف باسيلاي نان سبور فورمينج نان كابسوليتد نان موتايل. تمام، امال ايه بقى؟ ايه بقى؟ عاوزين حاجه حلوه كده نعرف فيها. تشاينيز ليتر ابييرنس، يعني تلاقيهم ايه؟ عباره عن عصيان مشخبطه جنب بعضها. اشتروا كده لعبه او اي جهاز صيني تلاقوا الحروف الصيني عامله كده تك 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 تك، حروف كده ملخبطه على بعضها زي ما انتم شايفين في الصوره دي. العصيان الخضراء دي عباره عن تشاينيز ليتر. بقيه الجمله بيدد، يعني ايه بيدد؟ يعني محببه. شايفين الحبوب بتاعتها البني دي، الحبوب دي موجوده جوه الباسيلاي، ودي اسمها ميتا كروماتيك جرانيولز. ميتا كروماتيك جرانيولز دي نيوتريشن ستورج، مخزن غذاء. والبوليكروميك ميثيلين بلو صبغه اسمها ميثيلين بلو بوليكروميك، يعني مخزونه، هي اللي تصبغ اللون ده، تخلي الباسيلاي لونها مصفر على اخضر كده، والجرانيولز ايه لونها؟ ايه؟ بني. قولوا للمعيدين عندكم احنا عاوزين نشوف الدفتيريا، هيوريها لكم بسهوله قوي. ازاي؟ هيجيبوا علبه كبريت اللي فيها عصيان الكبريت، انت عارفين ان عود الكبريت عباره عن عصاية وايه ورمه في الاخر كده اسمها بيدد ورمه او كلاب شيب. تمام، البيدنج ده هو
يجيب بعد المعيد ويقول له بفضلك جيب لنا علبه كبريت كده حلوه كبيره، ويروح ماسك الكبريت كده في ايده كده 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 ويروح رميه على البنش، يوم يقع بقى عود جاي معود ملخبط كده مدي الايه التشاينيز ليتر، وراس العود ده اللي هي البني اللي بتولع دي الشطاطه دي او الحته اللي بتولع اللي فيه دي، تلاقيها لونها بني وورمه فوق كده، يبقى ده شكل الدفتير. طيب يبقى المود اوف انفكشن تاني دروبلت فروم كيس اور كاري. طب الباثوجينيسيس ايه بقى؟ يعني انا قاعد مع واحد عنده دفتيريا راح جات لي الدفتيريا، ايه اللي يحصل؟ تخش في زوري الاول، هي جبانه تشتم من بعيد، تقعد في زوري بس، انما تشتم تشتم يعني تطلع توكسينز، هي ما تخشش البلاد ابدا، ماشي هبله، تروح مطلعه توكسينز، التوكسينز تمشي في الدم بتاعي يجي لي سيفير توكسيميا تسمم. يبقى اذن ثلاث نقط فوق بعض، اذن ثلاث نقط فوق بعض، التريتمنت انتي توكسين لان انا عندي توكسيميا، يبقى العلاج انتي توكسين، اللي مش هيقول انتي توكسين هيسقط لان العين هيموت لو ما خدش انتي توكسين. يبقى انتي توكسيك سيرم الدوز بتاعته ايه؟ زي الاي دي بتاعك تحفظها، من 20,000 الى 100,000 وحدة عالمية international unit. يبقى treatment of diphtheria is anti-toxic serum من 20,000 الى 80,000 international unit. وش معنى anti-toxic serum؟ لان الاورجانيزم بيطلع توكسينز في البلد هو ما بيخشش، سهلة تمام. طيب طب انا كده عملت neutralization عدلت التوكسينز، طب الميكروب بقى في زوري، يبقى لازم اخد بينيسيلين، بينيسيلين لانها جرام بوزيتيف، اي جرام بوزيتيف اورجانيزم 99% منهم بيشتغل عليهم بينيسيلين، طالما ان هو مش بيتا لاكتاميزس يعني بيطلع حاجه تبطل الاكشن بتاعته. طيب يعني قلت دلوقتي الميكروب دخل في زوري وبعدين ينمو ويطلع توكسين في زوري بس عشان يعمل نيكروزس في زوري، يعمل ممبرين لونه فيري ديرتي، شكله كده يغم من نفس الممبرين ده تمام، والتوكسينز دي بقى تقتل كل الخلايا الحيه اللي حواليه، خلاص بقى 100% مفيش حد بيضايقه، يبتدي يطلع كميات توكسينز كبيره تخش في البلاد تعمل التوكسيميا ده. فهمتوا؟ ها طب تعالوا نشوف كده الدفتيريا دي تشبه ايه بقى، المانيفستيشن بتاعتها ايه؟ سور ثروت، حرقان في الزور مش عارف يبلع ريقه، سور ثروت وفيفر وممبرين. الله طب ما دي نفس اعراض التونسيلايتس، اكيوت فوليكولار تونسيلايتس اللي سببها الستريبتوكوكس بايوجينز جروب ايه بيتا هيموليتك، مش احنا قلنا الكلام ده كله على الستريبتوكوكس؟ طيب يبقى ده اول حاجه تشبه الدفتيريا، يبقى الدكتور لازم يكون حذر، هل دي تونسيلايتس ولا دفتيريا؟ ما فيهوش هزار، دفتيريا لو سبتها هتموت، هتموت ازاي؟ بطريقتين، اولا التوكسيميا، تاني حاجه الممبرين يكبر يبقى يروح قافل يحصل لي سافوكيشن اتخنق. ففي بلاد الايه بعض البلاد الريف يسموها مرض الخنيق بيخنق. علاجها ايه؟ قلت انتي توكسيك سيرم اي دي 20,000 الى 100,000 انترناشونال يونت، وعلاجها بينيسيلين. الله ده العيال الصغيرين هيروحوا المدرسه وكل واحد عمال يكح في وش التاني وقاعدين والفصل 800 واحد خلاص يعني ممكن يعدوا بعض، يبقى قبل ما يخشوا لازم ادي فاكسين، ادي فاكسين، ادي تحصين، بلاش فاكسين دلوقتي، تحصين. التحصين ده يا اما اكتف يعني فاكسين، يا اما باسيف يعني انتي توكسين. احنا قلنا الباسيف يعني انتي بودي، اكتف يعني الاورجانيزم او التوكسينز او اي انتيجين. فهنا في تو تايبس اوف اميونايزيشن، اكتف ادي فاكسين، الفاكسين اسمه ايه؟ دي بي تي، الفاكسين الثلاثي، تسمعوا عنه كان زمان في التلفزيون يقولوا ايه طعام ابنك اديله، شلل الاطفال والثلاثي، اغنيه كده شلل الاطفال والثلاثي، لازم تدي الثلاثي. ايه الثلاثي ده؟ دي يعني دفتيريا، تي
يعني تيتانوس. امال البي دي ايه؟ دي اسمها بيرتاسس. قول ورايا بيرتاسس، ده ميكروب السعال الديكي. اذا هذا الفاكسين ضد السعال الديكي، ضد التيتانوس اند ديفتيريا. طيب ده في واحد روح البيت عنده ديفتيريا وعنده اخواته، طب ممكن يعديهم. والاكتف ده الانتي بودي ما تظهرش الا بعد فتره، يبقى لازم ادي العيال اخواته دول باسف على طول عشان يبقى عندهم مناعه في التو الحين، اديهم انتي توكسين او انتي توكسيك سيرا. التملي الباسف انتي توكسين بيبقى عشر التريتمنت. التريتمنت احنا قلنا ايه؟ من 20,000 ل 80,000 او ل 100,000، هنا من 20 من 2000 الى 10,000، لان ده بروفيلاكسس وقايه بس مش علاج. مفهوم؟ فهمتوا الدفتيريا؟ طب اشخصها ازاي؟ اشخص الدفتيريا ازاي؟ اشخص الدفتيريا اذا كان مريض اعمل له سواب من زوره من الممبرين ده، فيري كيرفول، لان الممبرين ده سودو ممبرين. طبعا عارفين يعني ايه سودو ممبرين بقى مع استاذكو ناصر. سودو يعني كاذب، يعني لو لمسته هيتقطع، ولو اتقطع بقى يبقى مش التوكسينز بس اللي هيخش، والاورجانيزم يبقى فيه اورجانيزم وتوكسين، يبقى دي اسمها سيبتسيميا، انت بتسرع في موت العيان. يبقى مسحه بسيطه كده من زوره واروح عامل فيلم، مفيش بقى التعطيل، فيلم بسرعه واسبغه، الاقي تشاينيز ليتر وبيدت، اروح مدي انتي توكسينز على طول. لكن مفيش مانع عشان تكونفيرم عشان اتاكد، او ما اعمل ايه؟ اعمل كالتشر. الدفتيريا بتطلع على لوفلر وبلاد تيلورايت، وده هتاخدوه في البراكتيكال. طب امال ازاي اشخص الكارير؟ الكارير يعني شايل الميكروب الدفتيريا بس ما هواش معدي. الميكروب اللي شايله ده يا اما بيطلع توكسين، يبقى ده توكسوجينيك ويبقى ده خطر، يبقى ده ترو كارير. شايل اورجانيزم بيطلع توكسين هننقله للي جنبه، واللي جنبه يجيله دفتيريا وتوكسيميا فولود باي توكسيميا يعني. طيب لو كان الميكروب ما هواش توكسين بروديوسر، يعني اذا الدفتيريا باسيلاي في توكسين بروديوسر وفي نان توكسين بروديوسر، مفهومه دي؟ طيب لو كانت نان توكسين بروديوسر خلاص نديله بنسلين وانتهينا وهيبقى زي الفل ومش هيعدي حد لانها ما بتطلعش توكسين. اعمل ايه؟ اعمل اليكس تيست. ايه الاليكس تيست ده؟ هتاخدوه في العملي، انما انا بسرعه كده هشرحه. بجيب طبق ميديا اهو، وبعدين طبق الميديا ده اروح زارع عليه ميكروب الدفتيريا. زرعت عليه الدفتيريا، وبعدين اروح جايب فلتر بيبر، اروح جايب فلتر بيبر، معلش انا مش بعرف ارسم كويس، فلتر بيبر، واروح حاططها كده. دي فيها ايه الفلتر بيبر دي؟ فيها الانتي توكسينز، فيها الدفتيريا، يبقى ده الميديا دي الدايره دي هي الميديا بتاعت الدفتيريا. اروح حاطط عليها فلتر بيبر كده وازرع عليها الدفتيريا، وبعدين اجيب فلتر بيبر تانية عكسها كده واروح فاطط عليها الانتي توكسينز. يقوم بين الاثنين يحصل خطوط كده. ايه الخطوط دي بقى؟ ان الدفتيريا طلعت التوكسين ولقيت الفلتر بيبر فيه انتي توكسين، فحصل توكسين انتي توكسين، راحت عامله بريسيبيتيشن لاينز. شايفين البريسيبيتيشن لاينز اللي نزلت دي؟ يبقى ده اسمه اليكس تيست. واعذروني يعني مش عارف ارسم حلو يعني، تمام. يبقى ده الاليكس تيست، هتاخدوه بالتفصيل، اسالوا المعيدين ارجوكم لا تتركوا حقوقكم. طيب يبقى ده الدايجنوزيس بتاع الدفتيريا.
نيجي للكلوستريديوم الأخرانية بقى الرخمة، ولا رخمة ولا حاجة، سهل. دي بقى ايه؟ ان ايروبيك. احنا خلصنا الايروبيك، قلنا الايروبيك باسيلس انثراسيس وانثراكويد، وبعدين نان سبور فورمينج ديفتيريا وديفتيرويد اللي هي الكورايني بكتيريا. دلوقتي هنيجي بقى على الان ايروبيك. الان ايروبيك يعني cannot grow in the presence of oxygen but grow in the absence of oxygen، ودي هستخدمها في التريتمنت، خلي بالكم. الان ايروبيك اورجانيزم اللي هي كلوستريديوم جرام بوزيتيف انيروبيك اورجانيزم سبور فورمينج باسيلاي، سبور فورمينج باسيلاي بسميها كلوستريديوم. الكلوستريديوم دي ثلاث انواع، كلوستريديوم تيتاناي تعمل التيتانوس، مرض التيتانوس، وليس التيتاني، التيتاني نقص الكالسيوم. يبقى كلوستريديوم تيتاناي هتعمل التيتانوس، التيتانوس ده هتكلم عنه وطريقه العدوى وكل حاجه. كلوستريديوم جاز جانجرين من اسمها هتعمل الجاز جانجرين، الغرغرينة الغازيه. الجاز جانجرين نوعين، نوع سكاروليتك يعني اشتغل على جميع انواع السكريات وخصوصا البولي ساكرايدز، تعمل له فيرمنتيشن يعني سكاروليتك، ونوع بروتيوليتك ما بتشغلش الا على البروتين، ودي هنستخدمها في الدياجنوزيس وفي الباثوجينيسيس. ثالث نوع من الكلوستريديوم اسمه كلوستريديوم بوتيولاينم، بوتيولاينم يعني البوتيوليزم. بوتيوليزم ده نوع من انواع الفود بويزنينج اللي ما فيهوش لا فوميتنج ولا دايريه، تسمم غذائي بدون فوميتنج ولا دايريه، ليه؟ في توكسيميا، وده جاي الشهور بتاعته قربت، خلي بالكم، اللي هي شم النسيم بقى واكل الفسيخ والعلب المحفوظه. يبقى طريقه العدوى بتاعته كاند فود، الاكل المحفوظ. وليه كاند؟ ليه الاكل المحفوظ؟ علشان انيروبيك، بقفل العلبه حلو، او بعمل الفسيخ والسردين بروح مقربجه وحطه في حته انيروبيك عشان يعفن، انا عارف تاكلوه ازاي انما عشان يعفن، فيبقى فيه السبورز. الكلوستريديوم سبور فورمينج دي كلها بتعدي عن طريق السبورز، عن طريق السبورز. نيجي على الاولان كلوستريديوم تيتاناي، طريقه العدوى ايه؟ جرح، ان شاء الله ابريجن، ابريجن يعني خدش. ان شاء الله انا ماشي الصبح كده بشبشب في الشارع، وراح كان في مسمار راح داخل خارم الشبشب وداخل في صباعي او في رجلي، وانا ماشي بمسكت حاجه فيها ايه، حاجه كده صفيحه ولا بتاع حاده ومش نظيفه كده بقالها كتير مرميه، كل ده ممكن يكون فيه السبورز. طب جات السبورز منين بتاع كلوستريديوم تيتاناي؟ جات من روث الحيوانات اكستراكتا اوف ديموستيك انيمال. يعني ايه ديموستيك انيمال؟ يعني الحيوانات الأليفة زي الكلب، الجاموسة، البقرة، القطة، أي حاجة كده جنبنا مش أسد وفيل يعني، فدي الدوموستيك أنيمالز، بينزل البراز بتاعهم في الكلوستريديوم تيتاناي، ينزل بقى في الشارع، في الجنينة، أي حاجة، الجو ينشف الستول ده هو يبقى بودرة، والأورجانيزم يبقى unfavorable condition يعمل سبورز. يبقى الكلوستريديوم دي بتطلع في إيه؟ السبورز بتاعتها يطلع امتى؟ في الانفيفرابل كونديشنز، ويبقى مختلط بتراب الارض. سعادتك بتجري رحت واقع متعور، الارض فيها سبورز، بتلعب كوره في ملعب كوره مليان حشيش، طب ما الحشيش والحاجات دي والزرع بيتسبخ برواس البهايم، يبقى في سبورز. تمام، انا بجري اتعورت، روح داخل السبور في ايدي، الجو جميل في ايدي 37 حراره وبي اتش من 7.4 ل 7.7 او 7.6، يبقى البي اتش حلوه والنيوتريشن حلوه وكل الجو حلو، يبتدي يتحول الى ميكروب ويتكاثر في الجرح. يبقى اول ما يخش السبور يتحول الى فيجيتيتيف فورم، يعني اكتيف فورم، يعني بكتيريا بقى فيري اكتيف، مالتيبلاي
وبرضه جبانه تشتم من بعيد، يعني تقعد في الجرح ويطلع التوكسينز، يطلع توكسينز. التوكسينز يمشي في الدم يروح داخل عامل لي لوك جو، يدخل على النيرفس سيستم يعمل لوك جو، ما يعرفش يتكلم. فبرضه في بعض البلاد يسموه مرض الجزاز، اللي بيجز على اسنانه. تمام. طب في طريقه تانية للعدوى؟ طبعا في طريقه تانية للعدوى، تصوروا انتوا مش عارفينها. في العمليات الجراحيه لو انا استخدمت كاتجت، خيوط جراحيه، الكاتجت اللي هي خيوط جراحيه، ماكسيلو فيشل، قطع حاجه بيخيطها بالخيوط الجراحيه دي، اسمها ايه؟ اسمها كاتجت. يعني ايه؟ يعني الجت، المعده بتاعت القطط. يبقى اذا الكات جت ده بيتعمل من مصارين القطط، والقطط دي حيوانات اليفه، تلاقوا السبورز بتاع الكورسيريدا متيتاناي فيها. يبقى انا لو معقبتهوش كويس بيثايلين اوكسايد وتحط في امبولات فيري ستيرايل، ممكن يعمل لي بوست اوبراتيف تيتانس. يعني ايه بقى بوست اوبراتيف؟ بوست بعد اوبراتيف جراحه، يبقى تيتانس ما بعد الجراحه. لو واحدة ست بتولد بتنزل العير، بنروح قاطعين الامبلايكال كورد ورابطينه من هنا ومن هنا، المهم الرابطة عند العيل. لو انا رابطه بكاتجت كونتامينيتد، الولد هيجيله او البنت او الطفل يعني يجيله تيتانيك نيوناتورم. نيوناتورم قلنا حديث الولادة، نونا تيتانس، ويجيله بقى متشنك كده. ولما تخشوا المعامل هتلاقوا الصورة بتاعت تيتانيك نيوناتور. يبقى زي ما قلنا بقى طريقة العدوى تمشي بهذه الطريقة. طب العلاج ايه؟ مش احنا قلنا بيحصل له توكسيميا؟ يبقى على طول كده وانا مغمض انتي توكسيك سيرم وبينيسيلين. يبقى علاجه زي الدفتيريا، بس الدفتيريا مسميها انتي دفتيريك توكسين، وده مسميه انتي تيتانيك توكسين. اي واحد فيكو ارجوكو، أرجوكوا رجاء حارا، يتعور في أرض مش نظيفة، يروح الأجزاء، يروح الأجزخانة، يروح المستشفى، ياخد حقنة أنتي توكسينز، لأن عاوزين حاجة سريعة. إنما بقى هيخش المدرسة ولا هيروح يحج ولا يتعور ولا خايف نفسه يتعور، يقوم ياخد بقى الفاكسين بتاعنا المشهور اللي لسه قايله، دي بي تي، ديفتيريا تيتانس بيرتاسس. سؤال ليك. العيان بقى أول حاجة يحصل له إيه؟ لوك جو، مش يفتح بوق. زي يوم الشفوي كده، يجي لكم لوك جو، محدش بيعرف يفتح بوق ولا يتكلم، حاجة تقرف. وبعدين سردونيك سمايل، ضحكة لإيه؟ ضحكة خبيثة يعني. ضحكة صفرة بيسموها. عامل كده يعني. وبعدين يبتدي يخش في كونفالشن، يبتدي كونفالشنز كده، ما مش عارف يفتح بقه حتى. وبعدين ريسبيراتوري فيلير، نتيجه الدايفراجماتيك باراليسيس، الدايفراجما ما بيشتغلش خلاص. وبعد كده بقى باي باي، يحصل له يموت ويجي له دف. زي ما قلت الدايجنوزس، اخد وند سواب من الاكسيديت اللي طالع منه واعمل منه فيلم، الاقي ايه بقى؟ جرام بوزيتيف باسيلاي سبور فورمينج. السبور عامل زي الدرام ستيك، عارفين عصايه الطبله؟ عصايه كده وفي نهايتها كوره. يا رب سترك اهي. يبقى دي اسمها درام ستيك ابييرنس، السبور طالع وارم كده من فوق، درام ستيك ابييرنس. طب المجا زرعه، زرعه ايه؟ انيروبيك. احنا قلنا دول كل المجموعه دي انيروبيك. انيروبيك يعني ايه؟ يعني على انيروبيك جار، او حاجه اسمها روبرتسون، الخواجه روبرتسون اللي طبخ كوكد اللحمه ميت وعملها ميديا. روبرتسون كوكد ميت ميديا، كل ده في العمل. تريتمنت تاني انتي توكسيك سيرم، بنسلين ومترونيدازول. خلي بالكوا اي حاجه انيروبيك حطوا مترونيدازول في مخكوا، وادوه مع اي انتي بايوتيك بقى. مترونيدازول على فكره يعني الفلاجيل، تاخدوه لما يجي له حد اسهال ولا حاجه. وبعدين ادي ماسل ريلاكسنت، عنده كونفالشن وكونتراكشنز، ادي ماسل ريلاكسنت.
اعمل ووند اكسبلوريشن، افتح الووند ليه؟ عشان يخش الهواء هوايا، وهي انيروبيك، فالاكسجين يوقف نموها. وبعدين اركب تراكوسكوبي، اركب اي حاجه بحيث ان يبقى الاير باثوي بيتنت مفتوح. قلنا الايمونيزيشن باسيف، انتي توكسينز للجماعه المتعورين بسرعه بسرعه، او اكتيف اللي هو الدي بي تي قبل ما اخش المدرسه. اخر كولستريديوم اللي هي انيروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي سبور فورمينج، هي كولستريديوم جاز جانجرين. الجاز جانجرين دي قلنا نوعين، نوع سكاروليتك ونوع بروتيوليتك. سكاروليتك بيشتغل على السكريات وخصوصا البولي سكرايدز، ودي بنسميها بيرفرينجنز، احفظوا الاسم وراي، بيرفرينجنز، اللي هي زمان كنا بنسميها ويلشي اي. يعني الاساتذه الكبار، ها، مش بتوع المايكرو طبعا، وانا مش كبير، ها، الاساتذه الكبار اللي هي بطنه جراحه يقول لك ايه ويلشي اي، لانه خدها كده زمان من اساتذته الكبار. انما هي اسمها بيرفرينجنز. البروتيوليتك بنسميها سبور جينس. طب المود اوف انفكشن برضه وند كونتامينيتد بارض بسويل، السويل دي فيها السبور. الله، هو السبور برضه موجود في في الدوميستيك انيمال، ايوه، في الستول اوف دوميستيك انيمال اند مان، يعني بني ادم في مصارينه في كلوستريديوم جاز جانجرين، عشان كده لما بيموت بيعفن، بيجي له غرغرينه وبيموت وبيطلع ريحه. طب في طريقه تانية نفس الكلام، ايه هي نفس الكلام؟ نون ستيريلايزد كاتجت، برضه الكاتجت، كاتجت ده خطر جدا لو ما كانش معقم. عشان كده تلاقوا الاساتذه الكويسين بتوع الجراحه، انواع الجراحه كلهم، يكسروا الامبول بتاع الكاتجت ويشتغلوا بيه ويرموا الباقي، ما يستناش بره. طب ازاي بيحصل الجهاز جنجرين؟ قلنا جرح تلوث بالارض، بس ده مش زي التيتانس. التيتانس اي جرح ان شاء الله ابريجن، ان شاء الله خدش، دي بيبقى لاسيريتد وند. لاسيريتد يعني مهتك، قنبله ضربت طياره دراع، طياره رجل، حادثه عربيه نفس الكلام. يعني ايه؟ حاجه جروح خطيره، لاسيريتد وند. وبوست اوبريف زي ما قلنا، ايه اللي يحصل بقى؟ اول ما الميكروب يخش يلاقي الجو جميل، نيوتريشن موجوده، وديب وند بقى لانه لاسيريتد مستخبي انيروبيك، والبي اتش حلوه ونيوتريشن حلوه وفي بلاد وفي زيت، يوم يبتدي يتحول الى فيجيتيتيف يعني اكتيف بكتيريا، ويبتدي يطلع توكسينز. من التوكسينز اللي بيطلعوا حاجه اسمها لي سي ثي نيز لايك انزيمز، ده توكسين اسمه لي في سي نيز لايك اورجانيزمز لايك توكسينز بوتاسيوم. لي سي في نيز، تعرفين السي سي نيز ده موجود فين؟ فرصة التعبان. بيشتغل على الايه؟ بيشتغل على الفوسفوليبيد، والفوسفوليبيدز دي موجوده فين؟ في حتتين، في البني ادم، في المخ، بره البني ادم في الاجيوك، في صفار البيض، ده مليان فوسفوليبيدز. فالفوسفوليبيدز ده بيروح رايح على البرين ويموت. بس عايزين نعرف بقى الميكانيزم الحقيقي بقى، يعني ما تفهموش كده جهاز جنجرين جرح ودخل فيه ميكروب. اول ما يخش تشتغل السكاروليتك اللي هي البيرفرينجنز، اللي هي البيرفرينجنز مكتوبه قصادكم، تروح عامله فيرمنتيشن لايه؟ مع المصل مقطعه، والمصل فيها ايه؟ فيها بولي سكرايد اللي هو الجلايكوجين، تروح عامله فيرمنتيشن للجلايكوجين. اي فيرمنتيشن فيها اسيد وجاز، الجاز ينفخ، فيروح قاطع الشيس بتاعت الايه؟ المصل، البلاد سبلاي يتقطع، يحصل نيكروزيس، شكرا، البروتيوليتك تخش. يبقى السكروليتك اللي هي البيرفرنجس بتعمل فيرمنتيشن للمصل جلايكوجينز في التروماتايزد ماسلز، تؤدي الى اسيد وجاز، الاسيد ينفخ الشيس بتاع المصل فايبر، يروح حاصل كات اوف بلاد سبلاي، يحصل نيكروزيس.
تخش البروتيوليتك تعمل بروتيوليسيس لهذه النيكروتيك تيشو تؤدي الى بلاكنينج اوف ذا اريا اند فيري باد اودر، ريحه وحشه. يبقى الجنجرين عباره عن ايه؟ سويلينج ورم بيبقى كده ريحه وحشه جدا واسود. المشكله انه لو اتساب يمشي 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 يفضل يمشي كده 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 يبقى ده سبريدنج لغايه ما يخلص. يبقى العلاج الوحيد ليا ما في نيكروتيك تيشو يا اولاد، خلايا ميتة، اقطع على طول امبيوتيشن. امبيوتيشن لايه؟ لفوق الديماركيشن بارت زي ما يقول لكم الدكتور ناصر، ها؟ يروح قاطع فوق الحته السوداء دي. خلاص قطعت، يبقى ده اول حاجه امبيوتيشن. اغسل بقى H2O هيدروجين بيروكسيد ميه اكسجين، يوم يقتل الميكروب. ادي انتي توكسين من فضلكم، اوعوا تنسوا كل الكولستريديوم دي معاه الدفتيريا العلاج الوحيد اللي لو العيان ما خدوش هيموت، انتي توكس. يبقى دفتيريا انتي توكسين، تتنس انتي توكسين، جاز جانجرين انتي توكسين، بوتيولينم اللي هنقوله برضو انتي توكسين. يبقى اذا العلاج اول حاجه امبيوتيشن، ووشنج هيدروجين بيروكسيد، وانتي توكسينز، وانتي بايوتيك. وبدان هو انيروبيك قد ايه؟ مترونيدازول مع البنسلين. الاربعه دول مهمين قوي، مهمين قوي. طيب اشخص ازاي؟ اعمل فيلم من الاكسوديت اللي طالع ده. يا شيخ اكسوديت ايه؟ بتاع العيان بيبقى شامم ريحته، هو شامم ريحته يقول لك ريحتي معفنه خلاص، ده غرغرينا. انما انا عشان لازم اعمل كونفرميشن، لان المستشفى اللي يحصل فيها جاز جنجرين لازم تتقفل اسبوع كامل، لان السبورز مليانه في كل حته كان فيها العيان، او البلطو بتاع الدكتور، او البلطو بتاع الحكيمه، او البلطو بتاع الممرضه، او اي حد dealing with the patient. وبعدين بنعمل ناجلرز تيست. ايه ناجلرز تيست ده بقى؟ هتاخدوه في العملي برضو. انا ما بعرفش ارسم، خلي بالكم يعني، انا ابني هو اللي معلمني الرسمه كبير، بس يعني برسم بالعافيه. ادي طبق اهو، الطبق ده اهو بحط بحط ايج يوك اجار. يبقى بجيب ايج يوك اجار في الطبق ده، طبق ايج يوك اجار. هو الايج يوك ده فيه ايه؟ قلنا ليه ايه؟ فوسفوليبيدز. واروح جاي زرع هنا الميكروب، اروح زرع الميكروب هنا. لو كان جاز جنجرين هتطلع ايه؟ هتطلع لي سي في نيز انزايم. خلي بالكم كده في حاجه اتصلحت انتوا ما خدتوش بالكم في التريتمنت. قلنا انتي توكسينز وامبيوتيشن H2O2 هيدروجين بيروكسيد. يبقى زي ما قلت كده، جبت طبق فيه اجيوك اجار، يعني اجار فيه صفار بيض، وراح حط الاورجانيزم. لو هو الاورجانيزم ده جاز جانجرين، ها، يروح الكولوني طالع في الوسط دي وحواليها اوباسيتي. شايفين الاوباسيتي دي؟ اوباسيتي لانه حصل ديناتوريشن للفوسفوليبيد. فما يحصل ديناتوريشن للفوسفوليبيد يبتدي يدي عتامه. حد فيكم قال بيضه؟ لما يجيب شويه سمن يروح كسر بيضه فيها البياض، البياض بيبقى فيري كلير. انا بتكلم على البياض برضه صفار كده، لكن البياض فيري كلير. اول ما ينزل في السمن يروح يحصل له اوباسيتي، يروح مبيض. اهو ده اللي هيحصل حوالين الكولوني. يبقى ده اسمه ناجلرز تيست. ما تسيبوش حقوقكم في العملي، شوفوها وافهموها كويس. فضل بقى كلوسيريديوم بوتيولينم، قلنا دي بتعمل البوتيوليزم، والبوتيوليزم ده نوع من انواع الفود بويزنينج اللي هو بيجي عن طريق الكاند فود. الكاند فود بيتقفل العلبه يبتدي يطلع توكسينز، توكسينز اي بي سي دي اي اند اف. دول كلهم بيروحوا عاملين فود بويزنينج، توكسيميا without vomiting and diarrhea. العيان اول حاجه كده عينه تزغلل،
وبعدين يحصل له افونيا ما بيتكلمش ويروح مرمي في الارض. نتيجه ايه بقى؟ لا علبه قلوبيف ولا علبه تونه ولا فسيخه ولا بتاع وياكلوا فيها مع انها معفنه يقول لك لكن حلوه، ويروح واكلها ويروح متلمين كلهم في الارض عندهم تسمم، ودول ما بيتلحقوش الا لو خد الايه الانتي توكسين اللي هو ايه وبي وايه. تفكروه على طول ابي ايه وبي وايه، نديله انتي توكسين ايه بي ايه انتي ابي. ومين اللي انتي ابي بقى عشان اختم بيها؟ امي. فهمتوا جرام بوزيتيف باسيلاي؟ سهله ولطيفه بس عاوزه تتفهم. باي باي.